السلام عليكم ومرحبا يا أهلنا في كل مكان. والله كنت جالسا ويعني بشتغل على برنامج الفلاش، اللي بيعرف الفلاش، وفجأة يعني ما أعرف خطرت في بالي قصيدة الأصمعي، صوت صفير البلبل، لكن يعني هذا ما يسمونه بعفريت الشعر، ما أعرف خطرت في بالي كالتالي: صوت صليل الفيصل هيج قلب الوجل، والنوق نقعها لي قرنته قرنفلي، وصهلل الخيل صهيلا صهو صه فلتصهلي، وعادت ضبحا وعادت عاديات الجحفل، وعادت بعودة أوفت الوعد الجلي، وجل العادون عنا يوم عادت للعلي، وفشت بشاشة بشباب معقلي، وعقلنا العاديات عقل عاقل علي، وعقلنا أن حقا لا يحق بالطلي. هلا صحيت وبتعرفوا يعني أكيد كان حلم، فقلت: كل أحلامي تبدت وبدت كالهزل، هزل القوم وهزوا رأسهم في الرمل، وأصموا الأذن عن صوتي صليل الفيصل، صوت صليل الفيصل هيج قلب الوجل، والنوق نقعها لي قرنته قرنفلي، وصهلل الخيل صهيلا صهو صهفلتصهلي، وعادت بعودة أوفت الوعد الجلي.